أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الإعلانات الدعوية داخل المسجد. مش مثل الإعلانات الدعوية لعله يقصد إعلانات المحاضرات والدروس، يعني يخبر أن فيه محاضرة في المكان الفلاني وفي المسجد. لا بأس به، يعني هذا من الدعوة إلى الله، لا بأس به، ما هو لأجل الدنيا. حتى لو تخبر بأن فيه درس في المسجد الفلاني أو محاضرة، هذا طيب ويكون في المسجد، لا بأس. نعم، حتى لو كتب عليها برعاية مؤسسة كذا أو شركة كذا. نعم، حتى لو كتب على هذا الإعلان، ما هو بالقصد منها طلب المال، القصد منها الدعوة إلى الله، من مؤسسة كذا أو من جمعية كذا، هذا القصد الدعوة إلى الله، لا بأس بذلك. نعم.